السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من الدورة التدريبية من فلاسك. في هذا الدرس سنقوم بعمل أول تطبيق بسيط باستخدام فلاسك. فنبدأ هنا في الكود وهنا في السورس دايركتوري بهذا الشكل. فهنكتب سور كود فنكتب كود دوت وبعد ذلك نقوم بالضغط على انتر فيظهر الابلكيشن بهذا الشكل. هيكون في المين دوت باي وممكن نضغط كنترول بي بحيث يكون الشاشة فول سكرين بهذا الشكل. بعد ذلك هنستورد الفلاسك اوبجكت فروم فلاسك امبورت فلاسك. ده اول اوبجكت هنستورده. بعد ذلك هنذكر ان في اب وهو عبارة عن فلاسك اوبجكت من النيم اوف ذا فايل. ممكن نعمل رن للاب ببساطة شديدة اف نيم will be the main. فاذا اب دوت رن. هذا التطبيق ده ابسط تطبيق ممكن نكتبه عن طريق فلاسك، لكن هذا التطبيق لن يكون له نتيجة في البراوزر. ممكن نبدا حاليا، لكن ما ننساش نكتب ان debug هيساوي true. ممكن حاليا نذهب واحنا في نتاكد ان الانفايرمنت شغاله بهذا الشكل، ان في اس شغاله. وبعد ذلك ممكن نكتب بايثون اس 3 ونكتب بعد ذلك اسم الملف main.dot باي. فهيظهر لنا يو ار ال اللي هو اللوكال هوست والبورت والديباج مود 1. لو ذهبنا الى وليكن هذا الـ URL فهو ذكر not found. لماذا هذا الـ URL غير موجود؟ لأننا لم نحدد في هنا get request. فإذا السيرفر شغال تماما، لكننا لم نحدد أي هنا functions لهذا التطبيق. فممكن نضيف أول root. فهنا نشرح roots. هي عبارة عن زي الـ URL، ممكن عنوان معين شبيه بالدومين، بيحدث في جيت وبوست ريكويست، ممكن ايضا في بوت اللي هو بين التعديل. لكن الروت ببساطة شديدة هي اختصار او الاجابة الواضحة الصريحة من فلاسك على الفيو فانكشن او الفيو الفيوز واليو ار ال اس في جانجو. لو حضرتك قبل كده اشتغلت على جانجو، فاذا الاجابة الصريحة من فلاسك هي الروت. فإذا الروت يقابلها في جانجو فيوز اند يو ار ال اس. فنبدا ببساطه نعرف اول روت وهو الهوم بيج. فديفاين فانكشن وليكن اسمها اندكس. هذه الفانكشن ريتيرن ذيس از ذا مين بيج. بعد ذلك في اب دوت روت about page define about return. ممكن نضيف هنا بعض ال HTML tags زي ال H2 ونكتب this is the about page بهذا الشكل. هنسيف الملف وبعد ذلك مرة أخرى كنترول سي وكنترول في. هذه الخطوة غير ضرورية. لو احنا فعلين ديباج مود كان ممكن نسيف الملف ومباشرة نذهب إلى المتصفح بهذا الشكل. ايه هو المين دايركتوري؟ الاندكس يرمز إلى هذا الاندكس. فإذا لوكال هوست اللي هو 17001 بورت 5000، هذا هو الاندكس اللي هو يساوي الروت بهذا الشكل. لكن الاباوت، خلينا نكتب الاباوت ونشوف ايه اللي هيحصل. هنكتب سلاش اباوت فذيس از اباوت بيج. خلينا ممكن نبدا نضيف بعض الاشياء المميزه. ممكن هنا نضيف
اير اتش ريف، فهذا الاتش ريف هيكون الى جو هون. اذا الاتش ريف الانكور تاج هي عباره عن يو ار ال او زي الزر شبيه بالزر، وبنضيف الاتش ريف هو اليو ار ال للروت. بعد ذلك هنعرف ازاي نستخدم نوت يوزنج الهارد كودنج، بمعنى اننا نستخدم داله معينه اسمها يو ار ال 4. هنسيف هذا الملف وناتي الى الاباوت بيج فجو هوم، وبعد ذلك ذهبنا الى المين بيج. ببساطه شديده This is about page. هذا الزر اللي هو الانكر تاج بيذهب بنا مباشرة الى about page. نفس الطريقة ممكن نكتب هنا نفس ال A tag، ممكن نسخ هذا الانكر تاج، وهنذكر هنا go to the about و about page. ولو ممكن يفضل نضيف بعض الستايلينج، وليكن الكولر تو بي ميبي ريد. هنا ستايلينج نتمنى ان هذا الملف يشتغل تمام. ممكن نبدا بالسيف للملف ونذهب مره اخرى ريفريش جو اباوت جو هوم، وبدا يعتبر ابسط مثال تطبيقي الى فلاسك. في الدرس القادم سنتعرف على الـ variables في الـ URLs.